الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، قال: وعن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال سلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. وهذا الحديث حديث عظيم، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ وذلك لما كان في يوم أحد من الأمر العظيم والكرب الشديد الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر على الكفار في غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، عندما تلقى عير قريش، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يريد القتال، ولكن حدث القتال، وأمد الله عز وجل المؤمنين بالملائكة، فانتصر المسلمون في هذه الموقعة العظيمة التي هي الفاصلة في ظهور الإسلام وقوة شوكة المسلمين. وكان وقعة بدر على الكفار وقعا شديدا، فلما انهزموا في هذه الغزوة العظيمة استعدوا استعدادا قويا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة، وقد التقوا عند أحد، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار في 1000 مقاتل، خرج إلى الكفار في 1000 مقاتل بجيش عظيم، ولكن حصل التخذيل والإرجاف من المنافقين، فقد رجع من الجيش عدد كبير بسبب إرجاف المنافقين، وصل إلى 300 رجل، فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 رجل. فلما التقى مع الكفار في غزوة أحد عند جبل أحد كان القتال عظيما وكان القتال شديدا، وانتصر المسلمون في هذه الغزوة، انتصر المسلمون في غزوة أحد، حتى أن بعض أهل العلم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم ينهزموا في هذه الغزوة وإنما انتصروا، ولكن الصواب أنهم انتصروا في أول الأمر ثم غلبوا بعد ذلك بسبب معصية وقع فيها بعض الصحابة، كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجبال من يحرسها، يحرس ظهور المؤمنين، وأمرهم بألا ينزلوا إلى الساحة في هزيمة أو في نصر، ولكن عندما رأوا رأى هؤلاء الصحابة المسلمين قد انتصروا وأخذوا يجمعون الغنائم، نزلوا من أجل مساعدة المسلمين في جمع الغنائم، فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه: إن نبي صلى الله عليه وسلم قال لكم لا تبرحوا مكانكم، وأمرهم بالجلوس، ولكنهم لم يستمعوا ونزلوا، فبقي عبد الله بن جبير ومن معه من الصحابة
وقتل منهم من قتل رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما كان الأمر كذلك ولم يستمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء المشركون، وكان فيهم إذ ذاك خالد بن الوليد قبل أن يسلم، وجاءوا من خلف المسلمين فجاءوهم من ظهورهم، واختلط المسلمون بالمشركين وحصل على المسلمين ما حصل من الكرب الشديد، فقتل في هذه المعركة 70 من القراء، من قراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقتل أسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وحصل وحصل على النبي صلى الله عليه وسلم وحصل على النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، فكسروا رفاعيته فكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ فأنزل فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وجاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تمسح الدمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل من الكرب الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم من الكرب الشديد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك، يعني أشد من يوم أحد، وذلك عندما آذاه كفار قريش صلى الله عليه وسلم، وخرج بعد ذلك إلى الطائف يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ دعوة ربه. فلما خرج إلى الطائف صلى الله عليه وسلم كان أهل الطائف أسفه من كفار قريش، فاجتمعوا صفين كل منهم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا سفهاءهم. فلما كان كذلك صلى الله عليه وسلم قال: انطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد ضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداه: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، يعني كفار الطائف وما فعلوه به، فقد أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم، فقال: قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداه ملك الجبال فقال له: قد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. والأخشبان هم الجبلان العظيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه، مع أنه كان يستطيع أن يأمر ملك الجبال بأمر الله فيطبق عليهم الأخشبين فيموتوا جميعا ويهلكوا عن أولهم وآخرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
في هذا الموقف العظيم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقد حصل ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرج منهم من يعبد الله، وخرج منهم من نصر دين الله، وخرج منهم من استشهد في غزوة بدر. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره في الدعوة صلوات ربي وسلامه عليه. فما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقه أحد من الأنبياء قبله، ومع ذلك صبر حتى ظهر، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أقر الله عينه بدخول الناس في دين الله أفواجا. قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 120,000 من أصحابه صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.